اهلا بيكم. عندنا لاعب مصري مميز في رياضه كمال الاجسام اسمه احمد ابو العزم. احمد قدر ان هو يحصد لقب بطوله اوكرانيا لكمال الاجسام ويقتنص الميداليه الذهبيه في منافسات الرجال بعد ما اشتغل على نفسه وكثف من تدريباته اليوميه وحط قدامه ان ده هدفه اللي لازم يوصل. قصة إصرار من نوع خاص بطلها اللاعب المصري أحمد أبو العزم الذي حاز على لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام بعد أن اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات الرجال. إعلان موعد البطولة كان هو النقطة الفارقة مع البطل المصري بعد أن علم بتنظيم البطولة وإقامتها في شهر يونيو 2023، ورغم أن الظروف لم تكن مهيئة للمشاركة نظراً لأوضاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه أصر على المنافسة بعد أن تشاور مع زوجته الأوكرانية ومدربه البلجيكي. أصر البطل المصري على الوصول إلى لحظة الصعود على منصة التتويج في مسابقات كمال الأجسام رغم التحديات التي واجهها خلال مشواره، إلا أنه استطاع التفوق والتألق في رياضته التي يعشقها منذ صغره. وعلى مدار 6 أشهر كثف البطل المصري تدريباته بجانب عمله كمدرب شخصي في إحدى صالات اللياقة البدنية بمدينة دنيبرو، حيث كان وقتها على موعد لتنفيذ 3 تمارين يومية على يد المدرب الخاص به، فضلاً عن التزامه بنظام غذائي منظم. منافسة كبيرة واجهها البطل المصري مع انطلاق البطولة، حيث فوجئ بوجود منافسين من أنحاء المدن الأوكرانية وجميعهم يترقبون حصد لقب البطولة، إلا أنه مع الإصرار والعزيمة استطاع أن يحصد اللقب والميدالية الذهبية ويتم تكريمه على منصات التتويج.